السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمله مع بعض صينية البطاطس بالكفتة، من الوصفات السهلة والسريعة اللي ما بتاخدش معانا وقت، وكمان نتيجتها حلوة قوي ومشرفة. لو عندك ضيوف تقدر تحطيها على سفرتك، لو عندك ضيوف، وهتبقى حلوة جدا وسريعة وهتنجز معاكي. وتقدميها مع رز بالشعرية زي ما انا عملت كده، واسيب لكم رز بالشعرية في صندوق الوصف. البطاطس بتاعتنا جميلة جدا، طعمها لذيذ وسهلة وسريعة، والكفتة بتاعتنا كمان كانت طرية وحلوة، مش مكتومة من جوه ولا اي حاجة. تعالوا نشوفوا عملنا وصفتنا النهاردة ازاي. بس في البداية بفكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. مبدئيا كده انا معايا اربع بطاطسات، مخرطوهم زي ما انتم شايفين كده، لا رفيع قوي ولا تخين قوي. معايا 3 طماطمات مفرومين وبصلاية خرطتها كده في الكبة بتاعتي، وقرنين فلفل كوبري. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا بصلاية مفرومة للبطاطس، وكمان معايا فصين ثوم، ومعلقة من معجون صلصة الطماطم، ومرقة دجاج، ومعايا مجموعة من البهارات. معايا معلقة من الملح، معلقه كبيره بس ممسوحه من الملح، ما تكتريش قوي ملح عشان ما تبقاش حادقه معاكي قوي. معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الزعتر، معلقه صغيره من بهارات اللحمه، ورشه من جوزه الطيب. بعد بقى ما فرمت البصله مع القرنين الفلفل في الكبه، هنزل عليهم بمرقه الدجاج، وكمان خلطه البهارات بتاعتي هقلبها كده على بعضها، وهاخد نص كميتها بس للكفتة. يبقى انا دلوقتي مبدئيا بحضر الكفتة اللي هحطها على البطاطس، تمام. هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف علشان اللي مش لاحق يكتب المقادير ورايا. حطيت بقى نص كيلو اللحمة كده، وهبدأ ان انا اعمل الكفتة بتاعتي، تمام. هعجن كده اللحمة لغاية ما تتدخل كويس جدا معايا مع البصلة والقرنين الفلفل اللي انا فرماهم والبهارات بتاعتي. تقدري تزودي على الوصفة دي بقدونس لو عندك، يخلي طعمها كويس برضو، تمام. ما تنسينيش بلايك جميل منك يرفع معانا الفيديو، وكمان الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد مني، تمام. بعد بقى ما هعجنها كويس جدا جدا كده، هجيب معايا الطبق بتاعي، هبدأ بقى اشكل فيه الكفتة بتاعتي صوابع عادي خالص زي ما بعمل الكفتة الحيتي العادية، تمام. زي ما انت شايفين كده هعمل كمية الكفتة اللي عندي كلها، وبعد كده هبدأ أرص كل مقاديري على بعضها. جبت بقى الصينية بتاعتي اللي هعمل فيها، وكنت خلاص خلصت الكفتة، عملت كل أصابع الكفتة بتاعتي. هنزل في الصينية بتاعتي بمعلقتين من الزيت، وهنزل بالبصلاية اللي أنا مخرطاها للبطاطس زي ما قلتلكوا، معلقة من معجون صلصة الطماطم، وكمان هنزل بفصين لثلاث فصوص من الثوم المفروم، وهنزل كمان بشويه البهارات، نص كميه البهارات اللي انا سبتها للبطاطس، تمام. هقلب كل بقى ده على بعضه كده، المقادير اللي انا حطوها دي. واتاكد ان انا خلطت كل البصل بالبهارات بالطماطم على بعضها، بعدين هنزل بالبطاطس بتاعتي عليها، تمام كده. هنا بقى هنزل معايا معلقة صغيرة من السمنة الفلاحي، تديني طعم جميل برضو مع البطاطس. وهبدأ هنا بقى اتعامل بايديا، هقلب كل المقادير دي بتاعتي على بعضها مع البطاطس. عايزة البطاطس تشرب كويس قوي من صلصة الطماطم بالبصل بالبهارات اللي انا حطاها والثوم زي ما انتم شايفين كده. طريقة سهلة قوي وبسيطة، وكمان منجزة، يعني ما خدتش معايا وقت خالص خالص في العمايل ولا في التحضير ولا في اي حاجة. كمان عجبت الولاد جدا، تقدري تعمليها
يعني لو انت ما عندكيش فراخ او لحمه قطع علشان تعملي صينيه بطاطس وعندك مفروم تقدري تعملي صينيه البطاطس بالكفته دي، حاجه كده بجد فخمه وطعمها كويس جدا جدا والولاد هيحبوها انا متاكده. هبدا ارص البطاطس بتاعتي بقى زي ما انتم شايفين كده، تمام. بعد بقى ما خلصت الرص هبدأ بقى اجيب الكفتة بتاعتي وارصها على وش البطاطس زي ما انتم شايفين كده علشان ادخلها الفرن. في الوقت ده بقى انا محضرة الفرن بتاعي مشغلاه على درجة 240، يعني على درجة وسط، مش بعلي الفرن اوي ولا بغطيه، وهدخلها على الشبكة اللي في النص، مش هغطيها بفويل ولا بأي حاجة. هحط بقى كده زي ما انتوا شايفين صلصة الطماطم اللي انا ضربوها، اللي هي الطماطم الفريش اللي ضربوها في الخلاط، وكمان هكمل بحوالي كوباية كده الكوبايتين من المية علشان اغطي البطاطس خالص بالمية. بعد ما دخلتها الفرن طلعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، كانت الكفتة عندي استوت زي ما انتوا شايفين، وكمان البطاطس استوت. اخدت في الفرن حوالي نص ساعة على درجة 240، يعني على فرن وسط على الشبكة اللي في النصف. تقدروا بقى ان انتوا تعملوا كمان تزودوا عليها تكة كده، ان انتوا تولعوا فحمة وتحطوها كده في طبق فويل في نص الصينية وتغطوا عليها بورق فويل زي ما انتوا شايفين كده علشان ريحة الفحمة تتشربها الكفتة والبطاطس بتاعتي. وتقدري برضو تستغني عن خطوة الفحم لو انتي مش بتحبي ريحة الفحم. وده كان شكل البطاطس بتاعتنا بعد ما خلصناها هي والكفتة. عملت معاها رز بالشعرية كان تحفة جدا زي ما انتوا شايفين كده هوت، كان بصراحة من الوصفات اللي حبيتها جدا جدا. هسيب لكم الرز بالشعرية في صندوق الوصف. اتمنى ان يكون الفيديو النهارده عجبكم، لو عجبكم الفيديو يا ريت تحطولي لايك وكومنت جميل منكم. ولو انتم مش مشتركين في قناتي واول مره تشوفوني، انا غدا زين، اشتركوا في القناه بتاعتي وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد مني. شكرا ليكم ولمتابعتكم معايا.